السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى، والنهاردة هنعمل مع بعض ملوخية لايت تستاهل لايك. فياريت كل اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، وكل اللي ما اشتركش في القناة يشترك. تعالوا اقول لكم على فوائد الملوخية. الملوخية بتسكن الألم وبتخفف من تعب الجهاز الهضمي والقولون. فيها فيتامين ألف وب، مليانة أملاح معدنية، فيها حديد وكالسيوم وفسفور. دي كمان ما بتفقدش أي قيمة غذائية لما بنيجي نغسلها او نسويها. بتقضي على الانيميا وفقر الدم، وبتخفض من ضغط الدم. دي كمان بتعالج الاكتئاب. قد كده الملوخيه مفيده، بس في ناس بتتعب منها كتير بسبب التقليه بتاعتها، او ليه التومه والكزبره الزبده او السمنه لما بتتحمر فيها تبقى تقيله جدا على الجهاز الهضمي، فناس كتير قوي بتتفادى ان هي تاكلها. احنا بنقول للناس دي لا، ممكن تاكل الملوخيه خفيفه تستمتع بطعمها الجميل من غير اي دهون. النهاردة أنا مجهزة عندي الملوخية كده مفرومة في الفريزر، حتى الثوم كمان مفروم في الفريزر، والشوربة كمان. اشمعنى هي بحطها كده في أكياس في الفريزر أو في الكوبايات اللي هي بتاعت الشاي واللي نشرب فيها ديت، ومجرد ما أكون عايزاها مجرد بس مقطعها والشوربة بتاعتي جاهزة. وفي حلة على النار بحط الشوربة وأحط فيها الكزبرة الناشفة مع التومة اللي هي النية والملح والفلفل، واسيب الشوربه تغلي. ومجرد ما الشوربه دي تغلي ابتدي انزل فيها الملوخيه اللي انا مطلعاها من الفريزر شويه كده، فكت كده تقريبا 3 ارباع بس كده، وابتدي اقلبها. كلنا بنحب ناكل مع الملوخيه فراخ، انا النهارده بشوي كده صدور فراخ عشان تبقى وجبه خفيفه وتنفع في يوم الدايت. وخلاص كده، اول ما تبتدي الملوخيه هتغلي اطفي عليها وهتبقى جاهزه. اجيب البوله بتاعتي واصب اول بوله من الملوخيه ديت. في 10 دقائق بس تقدري تعملي طبق الملوخيه ده في رمضان، ان انت هتكوني مجهزه عندك الحاجات بتاعته في الفريزر. قد كده وجبة جميلة جدا ومتكاملة، عناصر غذائية مهمة جدا للجسم. واحنا كده تغلبنا على التعب اللي بيجي من الملوخية، وتفادينا خطوة التقلية خالص. ريحة التومة النية فيها عوضتنا عن ريحة الملوخية اللي هي بتبقى متسبكة مع التومة والكزبرة. طعمها بيبقى جميل جدا، وبالتعود هتحبوه. وهنا قدمتها مع صدور فراخ مشوية كوجبة كاملة، مش ناقصة.